السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام واللي راح نتحدث بها عن موقع العراق في الخارطة الجغرافية، الخارطة الصينية تحديدا، إذ أنه يمثل جسرا جغرافيا رابطا بين قارتي آسيا وأوروبا ومنطقتي الخليج العربي وبلاد الشام. هذا يعني أن العراق يقع في قلب أهمية مشروع الحزام والطريق، ولأنه يمثل ملتقى خطوط المواصلات العالمية، فضلا عن أنه جار لثلاثة أطراف في المبادرة الصينية، غير أن تلك الأهمية مشروطة بإزاحة بعض العقبات التي تعرقل الانخراط في هذا المشروع النموذجي، ومنها إكمال ميناء الفاو الكبير اللي شهد تلكؤ مقصود في الإنجاز رغم تعاقب الحكومات وبتخصيص المليارات من الدولارات، فضلا عن القناة الجافة المستندة على مشروع ميناء الفاو. ورغم الآثار الإيجابية المتوقعة لانضمام العراق إلى مبادرة الحزام والطريق والدور المحوري للعراق في التبادلات التجارية والاقتصادية المترتبة على إنجاز المبادرة، وأنه أيضا البلد الأكثر أهمية واستفادة، وعلى أساس هذه المقدمات تحرك أعضاء مجلس النواب لتشكيل ضاغط على الحكومة يعجل في ولادة مقررات تذلل الصعاب وتقرب العراق من مساحة الارتباط. أما في ملفنا الثاني مشاهدينا الأحبة لحصادنا لهذه الليلة، ورغم ما يثار في الإعلام من تضخيم على وجود حراك اجتماعي معارض للنظام الإيراني واتساع رقعة الاحتجاجات واقتراب الأمور عن خروجها عن السيطرة، لكن وقاع الميدان تجافي كل هذه الأشياء المضللة، فالاستتباب ومواصلة طريق التقدم والازدهار هما عناوين يلخصان الحياة في الجمهورية الإسلامية. ورغم ما هدرت أمريكا من المليارات وآلاف الساعات من العمل ومحاولاتها المستمرة في تضييق مساحة الأمن القومي الإيراني، وهذا بتأكيد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بمناسبة أسبوع التعبئة في إيران، فإيمان الشعب بمبادئه كان له الدور الفاعل في الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية رغم كم التحديات. وهذا ما أكده جمع زائر من الأكاديميين والباحثين وقادة الرأي والمحللين السياسيين الذين راقبوا عن كثب الحياة في الجمهورية الإسلامية، وراح نستضيفهم في حلقتنا لهذه الليلة. تفضلوا بقاء ويانا مشاهدينا ومتابعينا. يعتبر العراق محطة رئيسة في مشروع الطريق الدولي البحري والبري، وعلى هذه الأهمية المستوحاة من قراءات اقتصادية تحرك أعضاء في مجلس النواب لإصدار قرار يوجب على الحكومة متابعة خطوات تنفيذ هذا العمل وتعجيل انضمام العراق لهذا الركب. خلونا مشاهدين أحب نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تعزيزا للاقتصاد العراقي وأحداث النقلة النوعية ومواكبة المتغيرات الاستراتيجية، جمع مجلس النواب تواقيع أكثر من 50 نائبا تطالب المجلس بإصدار قرار نيابي يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تذلل عقبات انضمام العراق إلى طريق الحرير والارتباط التجاري نحو القارة الآسيوية وتفعيل الاتفاقيات العراقية الصينية لما توفره من دعم اقتصادي ومردودات غير متناهية. فالبلاد تعد الممر الاستراتيجي لهذا المشروع لما تمتلكه من موقع جغرافي يمكنها أن تكون نقطة الارتكاز في هذه المجموعات الدولية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل قرابة 55% من الناتج الإجمالي العالمي و70% من إنتاج الطاقة. غير أن فلسفة الاتجاه مع الشرق المنطلق بسرعة والتحول في مسار العلاقة ليس سهلا بالمرة، فالمشروع يمر من تحت ضغوط الإدارة الأمريكية وجهات أقليمية تضع حجر العثرة أمام التحاق العراق بهذا الاتفاق الاقتصادي والنموذج الواعد في التنمية. غير أن التحرك النيابي والدعم الشعبي سيولد ضغطا يعجل في انضمام العراق لهذا الطريق الحيوي مهما كانت رغبة التعطيل العالمية. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأرحب بهذا الملف بضيوفي الكرام الدكتور ماجد عبد الأمير الخبير الاقتصادي. حياك الله دكتور ماجد ضيفا كريما مرحبا بحضرتك، وكذلك أرحب بالأستاذ مؤيد الزيرجاوي الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك أستاذ مؤيد. حياك الله. أبدأ مع حضرتك دكتور ماجد، نتحدث عن الخطط طويلة الأمد ومتوسطة الأمد، خصوصا فيما يتعلق بمشروع الحزام والطريق وانضمام العراق إلى هذا الركب بعد أن انضمت دول مجاورة للعراق وبدأت المكاسب تتحقق وتبدو واضحة. نعم، تحياتي لقناتكم الكريمة ولجمهوركم الكريم. حياكم الله. لابد لنا أن نتحدث عن مفهوم الطريق الحرير. هي مبادرة صينية بناها بناة السياسة العامة للدولة الصينية باتجاه إحياء طريق الحرير القديم التاريخي. بعد السياسة العامة في الحكومة الصينية كان هناك عدة تصورات في الواقع لطريق الصين طريق الحرير. هناك ثلاثة طرق، الطريق الأول هو الصين ثم روسيا ثم قازاخستان ثم روسيا ثم أوروبا، الطريق الثاني اللي هو المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي، ثم آخر ميناء اللي هو يفترض ميناء الفاو العميق. الطريق الثالث هو المحيط الهندي بحر العرب ومن ثم قناة السويس وإلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم الموانئ الجنوبية لأوروبا وإلى دول القارة الأوروبية. لكن أفضل الطرق من الناحية الاقتصادية هو طريق الخليج العربي ومن ثم في النهاية إلى ميناء الفاو العميق. لو نظرنا إلى ميناء الفاو العميق، كانت التصاميم في عام 2008 كان في تصور ورؤية الحكومة آنذاك، تم توقيع العقد في عام 2010 بكلفة 4 أو 6 مليار يورو وبواقع 99 ألف طن من الحاويات لمجموعة أكثر من 20 رصيف. لكن في الحقيقة نحن الآن في عام 2022، لم يبدأ العمل بشكل حقيقي سوى في عام 2017 و18 والحين 21. كان الإنجاز هو بناء كاسر الأمواج بواقع 16 كيلومتر. أما المحور الآخر في ميناء الفاو العميق هو ساحة الحاويات ومن ثم الأرصفة ثم الميناء النفق المغمور وبناء سكة حديد مناسبة لأن ينتقل كميناء بري إلى تركيا ثم الأراضي الأوروبية. هذا حقيقة خارطة الطريق لطريق الحرير. في الواقع ميناء الفاو تعثر كثيرا بسبب إشكالات كثيرة وأهمها ميناء مبارك الكويتي، واضطرت الحكومة العراقية مع سلطة الموانئ وإدارة ميناء الفاو أن تغير مسارات البحر، وهذا سبب الكثير من الإشكالات الفنية وتعطيل كبير في الوقت. طيب، والجهد والمال. دكتور، إذا دخل الموضوع السياسي معرقلا في هذه الإجراءات، أستاذ مؤيد الزيرجاوي جد ترحاب بحضرتك. لما نتحدث عن المعرقلات اللي تفضل بها دكتور ماجد، بالتالي نجد بأن السياسة لعبت دورا مهما، بالتالي نتساءل هنا دور الحكومة الحالية بدعم هذه الاستراتيجيات، هل سيكون حاضرا خصوصا وان رئيس الوزراء في فتره معينه عندما كان في تحت قبه البرلمان نائبا برلمانيا في دوره سابقه كان مهتما كثيرا بهذا الملف، بالاضافه الى كل هذه الاحاطات السياسيه، واليوم هو رئيس حكومه تمثل الاطار التنسيقي. بسم الله الرحمن الرحيم، حيا الله قناتكم الكريمه وحيا الله ضيفك. طبعا كانت بدايه جميله للزميل الضيف. احنا نتكلم اليوم عن موضوع ربما هو الفرصة الأخيرة للعراق حتى يتحرر اقتصاده، وتكلمت أنا في قناة سابقة أنه هذا نعمل كمثلث كشعب وكبرلمان وكحكومة. احنا اليوم كشعب الباحة كانت عندنا مظاهرة في السماوة وفي ميسان وفي بعض المحافظات العراقية من قبل تنسيقيات طريق الحرير، وأثبتوا المواطنين مدى ولائهم للعراق ومدى ولائهم للوطن. هذا من باب، من باب ثاني طبعا احد الاخوه في حركه حقوق النائب سعود الساعدي، حتى نكون يعني صادقين بالطرح، انه جمع اكثر من 50 توقيع للنواب
واللي احنا كمواطنين او كتنسيقيات طلبنا من عند هذا الطلب من بعض النواب انه حتى نذهب نحصل على تشريع بتنفيذ المبادره او الاتفاق او الاتفاقيه باي مسمى كانت حتى نخلص العراق من الاحتلال الاقتصادي اللي موجود عليه منذ سنوات من يعني من بعد 2003 من بعد خروج القوات الامريكيه اتفاقيه خروج القوات الامريكيه وبعدها ايضا اتفاقيه الاطار الاستراتيجي في سنه 2012 مع الولايات المتحده الامريكيه. رئيس الحكومه طبعا رئيس الحكومه من كان عضو مجلس النواب كان يطالب وكان مساند وايضا التقى بالتنسيقيات اللي موجوده اذا كانت في بغداد او غيرها، لكن احنا نعرف اليوم الوضع السياسي في العراق وما حدث من مظاهرات اخيره وغيرها، وايضا الجار الكويت للاسف كان يعني كانت افعاله غير متوقعه بحيث يعني وصل الامر انه قبل اسبوعين احنا كان عندنا مؤتمر في محافظه بابل وحصلنا على معلومات من اخوتنا في البصره غلق المنفذ المائي الوحيد للعراق من الجار الكويت، ولذلك هو الموقف السياسي دائما حاضر في هكذا مواقف، مثل ما تفضل الضيف انه طريق الحرير هو طريق يمتد من الصين الى الوصول الى اوروبا، والعراق هو احد الدول اللي يمر بها هذا الطريق، والعراق يملك ما يملك من مقومات اذا كانت مقومات طبيعيه واذا كانت مقومات كطرق كقناة بحريه كايدي عامله كمواد اوليه كلها متوفره بالعراق. احنا نتكلم اليوم ايضا عن مبادره الحزام واللي تتمثل انه هذه المبادره هي المنقذ للعراق بتطوير كافه القطاعات اذا كانت قطاعات الطاقه قطاعات الصحه قطاعات النفط وغيرها. هنا تحدث ايضا دكتور ماجد عن الاولويات التي ترتبها الجوانب او الاطراف الدوليه حول طريق الحرير. لاحظنا بعض المكتسبات بدات تكتسبها او تحصلها الدول المجاوره اللي انضمت الى هذا الموضوع. هل من الممكن ان يتغير المسار كما حدث في خط طريق الحرير اللي اخذته تركيا بالصين؟ هل هنالك مسارات اخرى ممكن تحقيقها مع دول الخليج مع دول اخرى، بالتالي الاستغناء عن دور العراق ام ان دور العراق محوري؟ بالنسبه لدور العراق لا تسمح لي استاذ ماجد خلينا نشارك الدكتور ماجد عفوا استاذ مؤيد العفو تفضل دكتور. من الناحيه الجغرافيه لا يمكن تجاهل ميناء الفاو على الاطلاق، على اعتبار انه اي ميناء في الخليج العربي سوف لا يكون فعالا في طريق الحرير، على اعتبار انه اي نزول للبضائع في اي ميناء في الامارات او في الكويت سوف تضاف حقيقة كلف أخرى إضافية. ليس من المنطق أن يتعامل مع موانئ جانبية، وأقل حال أنه ميناء الفاو هو النقطة الأخيرة في الخليج العربي على رأس البيشة، وعليه أن ساحة الحاويات وكاسر الأمواج ومجموعة الأرصفة اللي يقدر 20 رصيف ومن ثم خطوط السكك الحديد هي الأجواء الملائمة لطريق الحرير، وهذا منطقي. إلا أنه أيضا الصين سوف لن تصبر كثيرا على التسويف والمماطلة والتأخير نتيجة الوضع السياسي والأمني الموجود في العراق، لكن أعتقد الآن في عام 22 حصل الكثير من التطورات الفنية والإنجازات في كل محاور ميناء الفاو. طيب استاذ مؤيد، يعني نتحدث عن الحكومه العراقيه، هل هي في موقع الاستفاده من طريق الحرير في حال اجرت مفاوضاتها بشكل ثنائي مع الحكومه الصينيه في هذه المرحله؟ طبعا اذا كان التركيز على تامين تدفق النفط العراقي الى الصين مقابل اعاده الاعمار وتاهيل البنى التحتيه كما كان مقررا لها. طبعا بالمناسبه الصين تستورد من العراق تقريبا مليون برميل يعني شهريا او يوميا تقريبا بهالحدود. المبادره تقول انه 100 برميل بمبادره الحزام، احنا راح نتكلم عن الحزام، 100 برميل مقابلها 10 مليارات دولار كقرض للعراق، واذا كانت 300 الف برميل يوميا راح يكون مقابلها 30 مليار دولار للعراق. الموازنات السابقه خلال سنوات احنا نعرف هواي امور بددت بسبب الفساد. الصين طبعا مثل ما تفضل الدكتور ماجد انه الصين ربما يعني تفقد صبرها بالتفاوض مع العراق بالتسويف بسبب المحاصصه بسبب الفساد اللي موجود بسبب ايضا الضغوطات الخارجيه الاقليميه من دول الجوار. اليوم الكويت كانت اللاعب الاكبر في خسارتنا لميناء الفاو للاسف، وايضا اكو جهات سياسيه حاربت هذا المشروع ومثل ما يعني شفنا بالسنوات السابقه وزارة النقل كانت هي المسؤولة عن هذا الموضوع، للأسف لم تتخذ أي إجراءات.
يعني أتت بشركة خاسرة وهي شركة دايو، وهذه الشركة لم تقم بأي إجراءات. المبادرة الصينية هي مبادرة واضحة، تصل نسبة القروض إلى تقريبا 480 مليار دولار خلال عام 2038، وبالنتيجة أنه المبادرة راح تكون هي المنقذ، مثل ما قلت لك هي المنقذ للعراق في سبيل إحلال اقتصادي جديد، في سبيل إحياء كل القطاعات، إذا كانت قطاع الصحي، قطاع الصحة، قطاع الكهرباء، قطاع الطاقة، قطاع النفط، قطاع الصناعة، وحتى قطاع الزراعة. واليوم الحكومة هي الحكومة تريد دعم، هذا الدعم يكون أولا دعم شعبي من قبل مظاهرات مسؤولة، من قبل ناس واعية، ناس وطنيين يطالبون بخروج العراق من اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. أيضا المواطنين يكون الدعم أيضا للحكومة من خلال المظاهرات، الاحتجاجات، السوشيال ميديا، غيرها. أيضا احنا نطالب من هذه القناة الكريمة، من هذه الشاشة، أن يكون هناك دعم برلماني. احنا مريت فقط الخمسين نائب، هذا الطريق راح تستفاد من عنده كل المحافظات بعيدا عن الوضع العرقي أو الطائفي أو الديني، راح تستفاد منها محافظة الأنبار، الموصل، شمال العراق، كردستان، البصرة، الجنوب، الغرب. فبالنتيجة هو مشروع وطني العراق كله راح يستفاد من عنده. وعلى ذلك يجب أن نعمل وفق مثلث، إنه الشعب والبرلمان والحكومة للسعي في اتفاقية تخلص العراق من الهيمنة الأمريكية، من الهيمنة، من أي هيمنة أخرى من قبل دول الجوار أو غيرها. هنا تحدث الدكتور ماجد عن انضمام إلى هذه المبادرة الحزام والطريق، هل له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي؟ وفي حالة استكمال هذا المشروع ميناء الفاو الكبير، استكمال بناءه، وخصوصا أنه يعني من المعروف بأن واردات العراق أو اقتصاده يعتمد على الاقتصاد الريعي وعلى النفط بشكل كبير، لذلك إنشاء ميناء الفاو إذا ربطناه بقضية طريق الحرير، هل من الممكن أن ينتقل العراق من حال إلى حال آخر؟ نعم. السؤال اللي هو الدكتور ماجد. الدكتور ماجد، لا تسمح سامي. نعم. يعتقد الخبراء في مؤشرات كثيرة أنه إيرادات ميناء الفاو إذا تم تشغيل كل الأرصفة مع ساحة الحاويات، نعم، مع سكك الحديد ذات الكفاءة العالية للوصول إلى أوروبا، سيكون هناك إيرادات بحدود 50 مليار، بغض النظر عن هذا الرقم دقيق أو غير دقيق، لكن يعتقد أنه سيكون عامل مساعد لإيرادات، رقم الإيرادات عامل مساعد للريع النفطي وبشكل كبير. وهناك حقيقة نتائج إيجابية عالية جدا من الناحية الاقتصادية. صح. عفوا. خلي شوي نتحدث عن الاتفاقية الصينية أو الاتفاق الصيني. أول عفوا دكتور ماجد، أنا أربط يعني قضية ميناء الفاو الكبير، كيف من الممكن أن نربطها مع طريق الحرير، بالتالي يحول الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد استثماري أو مسميات أخرى تسميه حضرتك؟ الاستثمار راح يكون عالي جدا في ميناء الفاو، في بخصوص هناك منطقة حرة ومنطقة صناعية ومنطقة تبادل تجاري ومنطقة ناقلة إلى الحاويات في السكك الحديد وصولا إلى تركيا ومن ثم أوروبا، وهذه كلها حقيقة إيرادات عالية جدا تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي. هناك أكثر من 10 فعاليات في ميناء الفاو إذا تم إنجازه، فعاليات تجارية، فعاليات جمركية، فعاليات في مجال النقل، ستكون لها إيرادات ضخمة للاقتصاد العراقي، وهذا شكل شيء إيجابي حقيقة. أستاذ مؤيد، نتحدث عن العراق أنه حاليا هو جزء من طريق الحرير، إلا أن موقع الاستراتيجي كونه يمثل ملتقى خطوط المواصلات، وكذلك أيضا جار لثلاثة أطراف مبادرة في الانضمام إلى هذا الطريق، وهي إيران، تركيا، السعودية، هذه الدول. بالتالي ألم يكن هنالك دور للعراق باعتباره هو محور هذا الارتباط؟ سيكون إذا دخل أو لم يدخل في هذه المعادلة سيكون دورا محوريا، الفائدة ستعود عليه لكن بأجزاء، هل أن من الممكن أن تكون الفائدة أكبر في حال انضمامه إلى هذا الركب؟ للأسف إذا العراق لم يشترك في الاتفاق الصيني راح يكون عبارة عن يعني عبارة عن معبر ترانزيت، وبالنتيجة راح نحصل فقط من الاتفاقية الصينية والاتفاق الصيني
فقط التلوث البيئي للسيارات اللي راح تمر ما راح نستفاد منها. يعني احنا الدكتور تفضل قال الحاويات والأرصفة وغيرها، اليوم الكل في كل دول العالم تعمل وفق نظام او نظام الموقع الصناعي، وهو نظام الكلف والموارد البشريه والموارد الماليه والموارد الماديه والثروات الطبيعيه. انت تخيل اليوم انت تجي من الصين وتجيب البضاعه مالتك مباشره الى ميناء الفاو وبعدها تنتقل لاوروبا، شنو الكلف اللي راح يصير عليك؟ اما انت اذا مثلا رحت الميناء مبارك او رحت الامارات او رحت الايران او اي ميناء اخر، راح يصير عندك عمليه تحميل وتفريغ، وهذه كلها كلف وإضافة إلى خسارة في الوقت، إضافة إلى خسارة أيضا في المنتوجات ربما راح يصير بها تلف وغيرها. إحنا من نتكلم عن ميناء الفاو العراق، يعني منذ صغرنا من ندرس الجغرافيا، يعني بدوري كدكتوراه في التخطيط، العراق يمتلك موقع استراتيجي إذا كان جوي وإذا كان بحري وإذا كان بري، وبالنتيجة هو المسيطر مهما أرادت هذه الدول، مهما عملت وفعلت في إبعاد العراق سوف لن يكون هناك جدوى من إبعاد العراق عن هذا الموضوع. راح ترجع هذه الدول وربما الصين إذا كانت خلال سنة أو سنتين أو حتى إذا مر علينا الوقت وما اشتركنا بهذا الموضوع، يبقى العراق هو المحور الاستراتيجي في طريق الحرير، وهو المحور الأول لنجاح الصين، وأيضا تبقى الاتفاقية الصينية هي المحور لخلاص العراق من كل هيمنة اقتصادية أخرى. إحنا اليوم ما نتكلم فقط عن طريق وتمر بضاعة وتوصل أوروبا وانتهت، بدنا نتكلم عن حزام اقتصادي تنموي، خارطة تنموية مكانية راح تشمل كل محافظات العراق بتنوع الاقتصاديات اللي موجودة بها وبتنوع الثروات اللي موجودة بها. حتى المتظاهرين اليوم العراقيين إذا شوفهم أن المتظاهر العراقي يطالب بالعمل، يطالب بحقه في العيش، بحقه في العمل، بكرامته. ما عندنا عراقي اليوم طالب أنه أريد إيرادات كذا، الناس كلها تريد تعمل، تريد تشتغل، تريد تعمر هذا البلد، وبالنتيجة احنا محتاجين الى ان الحكومة تكون دقيقة وواضحة في طرح موضوع الاتفاقية الصينية، تبادر الحكومة بزيارة الى الصين، بزيارة الى الشرق، تبتعد عن سياسة المحاور وسياسة انه اليوم احنا نربط علاقاتنا بدول فاشلة طريق مثلا على افتراض اتفاقية الحكومة السابقة، حكومة تصريف الاعمال بمد الانبوب ال 1800 كيلو الى العقبة والى مصر. احنا ما عندنا مشكلة ويا كل دولة جارة، لكن بالنتيجة حقوقنا ومصالحنا ومصالح بلدنا هي فوق الكل، وعلينا أن نحمي سيادة بلدنا، نحمي اقتصاد بلدنا، نحمي بلدنا من كل متطفل، من كل طامع بهذا الموضوع. طيب دكتور ماجد، يعني تحدثنا عن فائدة العراق، ولكن لو وسعنا هذا المنظار الاقتصادي، فائدة الصين وفائدة أمريكا باعتبار أن الاقتصاديات العالمية اليوم في صراع، هل هنالك من موانع من تحقيق او ايرادات دوليه تمنع المضي من قبل الصين في هذا المشروع؟ لو نظرنا الى الاعاقات اللي حصلت في موضوع ميناء الفاو، اكيد راح نشوف انه الكويت كان عامل اعاقه لموضوع ميناء الفاو، لكن اللي ما يعرف الجمهور انه حتى مصر هي عامل اعاقه، اي نجاح لميناء الفاو سيكون انتكاسه كبيره لقناه السويس. وهي مسألة يعني حقيقة. أما العوامل الدولية ما هلقى المؤثرة، يعني ما حد يمنع أنه تنشئ ميناء بهذا الضخامة على الإطلاق، إذا عرفنا أنه الناتج المحلي أو القومي الأمريكي يصل إلى 20 تريليون دولار، والناتج المحلي الصيني يصل إلى 10 تريليون دولار، فمو من الطبيعي أنه يدخلون في صراعات لموضوع ميناء يتعلق ب مصالح عدة الدول ومن ضمنها واهمها العراق. وما اعتقد الصراعات الدولية راح يكون لها اثر سلبي، الصراعات الاقليمية هي اللي راح يكون لها اثر سلبي. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور ماجد عبد الامير الخبير الاقتصادي، وشكر موفور لجنابك الدكتور مؤيد الزيرجاوي الباحث في الشان السياسي. نتواصل معكم مشاهدي الاحبة بعد الفاصل، نتابع.
إذا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف والمتابعة الدولية، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور علي الجهوري أستاذ العلوم السياسية، وكذلك أرحب بضيفي الكريم أستاذ محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم ضيوف الكرام. دكتور علي، أسأل حضرتك عن الجوانب التي أو المسارات التي اتخذت الجمهورية الإسلامية بعد الضغوطات الأمريكية تحديدا والدولية بصورة عامة، وملفات عدة، ملفات نووية وغيرها، كيف استطاعت أن تتجاوز كل هذه التحديات، بل وصلت إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد، ومن خلالك أيضا لمشاهدي الكرام وللضيف الأستاذ محمود الهاشمي المحترم. أولا يعني قدرة إيران على عملية مواجهة التحديات الكبيرة هي ليست حديث اليوم، هي حديث بدأ مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ومواجهتها للضغوطات بل والتحديات الكبيرة اللي تصدرتها الولايات المتحدة. وإذا يعني رجعنا قليلا إلى الوراء نلاحظ أن سياسة الحصار والتضييق والضغوطات والتهديدات هي بدأت من ذلك الوقت، ولم تنقطع أو توقف إلا في فواصل معينة لالتقاط الأنفاس، لكنه الاتجاه الاستراتيجي كان في هذا. مع ذلك الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تتغلب سواء كان بالصفحة العسكرية أو بصفحة البناء وإعادة بناء القدرات في هذا المجال. لذلك نشوف اليوم التطور الكبير والهائل اللي شهدته الجمهورية الإسلامية على الرغم من كل هذه التحديات وسلسلة العقوبات، سلسلة الضغوطات سواء كان الإقليمية والدولية، وأخيرا الضغوطات حتى داخلية بفعل ما سمي بحركة الاحتجاجية المدعومة من قبل دول إقليمية معروفة ومن قبل الدول الكبرى، مع إلى جنب يعني الهجمة الإعلامية الحقيقة الغير مسبوقة على الجمهورية الإسلامية. مع ذلك هنالك مكنة كبيرة في عملية يعني تجاوزها واحتوائها والثبات على الثوابت الأساسية. نعم. التي تؤمن بها الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم حقيقة هذا الجانب كان واضحة من خلال يعني الثبات الجمهورية الإسلامية على خياراتها الاستراتيجية المهمة، خصوصا فيما يتعلق في استمرار بناء قدراتها الاقتصادية وبناء قدراتها التقنية، وإلى جانب التزامها بحلفائها بالمنطقة وخصوصا بمحور المقاومة الذي لا زال قائما ومستمرا على الرغم من كل التحديات التي واجهتها. نعم. الدكتور جدت الحابي حضرتك، نتحدث عما ضغطت به مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية خصوصا في موضوعة التظاهرات، وإن كانت التظاهرات أمر طبيعي في الدول الديمقراطية، لكن في إيران تدخلت قوى خارجية في صناعة هذه الفوضى، والإعلام بدأ يروج بأنه إيران ليست هي كما كانت في السابق. عن تجربة وعن زيارة، وحضرتك تحدثت عن 168 ساعة في إيران، كيف قضيتها؟ حديث لي أستاذ. نعم دكتور محمود فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم الدكتور علي الجهوري ولمشاهديكم الكرام. يعني إن كنت تسأل عن أعمال الشغب التي حدثت في إيران فهي جزء من مشروع ما يسمى بالثورات الملونة التي تقوم بها أو تتبناها الولايات المتحدة والغرب بمشروعه بتغيير الحكومات وفقا لأهوائهم ولتدمير وحرق وهدم الدول بحسب التتابع لإعادة إنتاجها بالشكل الذي ترغبه الولايات المتحدة. أحيانا يكون التغيير في حدود الحكومة كما حدث مثلا في مصر ومجيء السيسي، وأحيانا تكون عملية هدم وتهديم كامل كما حدث في سوريا وكما حدث في اليمن ودول أخرى وأوروبا الشرقية على الغالب أيضا. هذا كانت الهجمة بهذا المعنى على الجمهورية الإسلامية، ولكن ما هنالك دول ربما حدثت فيها مثل هذه الأعمال ولكنها لم تنجح. على سبيل المثال في روسيا أيضا أقاموا نفس المخطط ولم ينجح،
ربما في فنزويلا ايضا اقاموا نفس المخطط ولم ينجح في كوبا. على اي حال كان المشروع احنا حدث عندنا في العراق 2019 ولاحظت ما كان من تدمير ومجيء رئيس وزراء ضعيف وحكومة ضعيفة وما زالت تداعياتها علينا. أيضا أرادوا لهذه الجمهورية الإسلامية أن يحدثوا فيها مثل ما حدث في بقية الدول وجهزوا أدواتهم التي هي واحدة منها هو الفضاء الإعلام الفضاء الافتراضي وما فيه من المخاطر كيف يتسللون به إلى الأسر وإلى جيل الشباب لحدث أو قلب كل المعادلات في أذهانهم. الذي حدث في الجمهورية الإسلامية أن الجمهورية الإسلامية لديها استبيانات تكاد أن تكون من شهر إلى شهرين عن الواقع الداخل في بلدهم. هذه الاستبيانات تنفعهم كثيرا في تغيير المزاج ومتابعة مزاج الشارع في داخل الجمهورية. هم عندهم كل 10 سنوات هم عمرهم الآن 40 سنة ألافوا على 40 قليلا تجري لديهم كل 10 سنوات مشكلة يحدثها الغرب بشكل من الأشكال. وهذه أيضا حصتهم بعد 10 سنوات ما أرادوا أن يقوموا فيه من أعمال الشغب. أما كيف واجهوهم؟ طبعا ما دام أنت كل شيء تحت النظر، الإعلام تحت النظر، شعبك تحت نظرك غير مهمل، ممكن أن تحدث فيه الأقل من الصدمات. لذا استقبلوا الصدمات بحيوية عالية وبتفهم كبير، وهذا مما قلل الضرر على شعبهم وعلى تاريخهم. نحن قضينا هذه المدة على مدى أسبوع في الجمهورية الإسلامية ومعنا وفد يتشكل من 25 شخصية من الكتاب والمحللين السياسيين من بينهم الدكتور علي الجبوري. قمنا بجولة ميدانية في الشارع ورافقنا بها يعني مع الأصدقاء إلى الشارع الإيراني، إلى السوق، إلى المناطق الشعبية، إلى المزارات الدينية وإلى المؤسسات الثقافية والفكرية، وزرنا مواقع كثيرة، كما التقينا بكبار المسؤولين الإيرانيين، وكان حوارا مفتوحا أكد لنا أن الجمهورية الإسلامية على دراية. أي عندما نجالس المسؤول الإيراني لا نسمع منه عمليات يجب الانتقام، هؤلاء عمال أمريكا، هؤلاء قد انخرطوا بالمشروع الأمريكي، لا، هؤلاء أبناؤنا وربما أخذتنا غفلة عنهم ويجب إعادة تأهيله من جديد. وهذا البلد هم هؤلاء الشباب بنوه، ولذلك هذا التعامل وهذه هذا الذكاء والفطنة في التعامل مع الأزمة يخفف من الأزمة. بالنسبة لنا لم نرى أي مظهر عسكري، لم نرى أي شيء يدل على أن هذا البلد قد حدثت به أعمال شغب أو كذا كذا. جلسنا معهم وشاهدنا لعبة كرة القدم مع المنتخب الإيراني مع المنتخب الإنجليزي، وهنالك صور، دورنا كل شيء، دخلنا المؤسسات الحكومية يعني المجمع الحكومي، وليس هنالك من أوقفنا وقال أنتم تصورون بكاميراتكم أمام كاميرات الموبايل، نصور المجمع الحكومي، لا حد يسألك أنت وين رايح ولا حد يقول لك أنت جاي وين وش قاعد تصور وهم في بلد على أساس بيشغب وكذا. أثبت لنا ذلك أن الإعلام الغربي قادر أن يضع خدعة تتجاوز المعقول تماما وأن يؤسس لنا في إعلامه، وهذا كإعلامي أنا أفقدني الثقة تماما بمثل هذا النوع من الإعلام. نعم. طيب دكتور علي، نتحدث اليوم عن التعبئة، عندما تكون هذه التعبئة هي ثقافة مجتمع الذين لا ينتظرون المديح من أحد، الذين ما ينتظرون واحد يقولهم بارك الله بجهودكم، أصبحت هذه الثقافة ثقافة سائدة منذ سنوات في الجمهورية الإسلامية. يؤثرون على أنفسهم، يتحملون الظلم، يمنعون الظلم عن الآخرين. التعبوي كيف يعرف من خلال تجربتك التي عشتها خلال أيام دكتور علي؟ يعني هو هذا العمل حقيقة مو عمل يوم وليلة، هذا عمل بعمر الجمهورية الإسلامية. يعني هي بدت الموضوع يعني قوات التعبئة وما يشاكلها من الأجهزة الأمنية والأجهزة يعني الحكومية الخدمية وما إلى ذلك، كلها من خلال عملية بنائها، بناء أولا بالجانب العقائدي وهو الجانب الأهم
الركيزة الأهم هي الجانب العقائدي، ومن ثم يترتب عليها الجوانب الأخرى المتعلقة بالانضباط وبالإيمان بالأهداف وبالجوانب السياسية والعسكرية والأمنية التي يتحلون بها أو يتدربون عليها. لذلك تشوفها مثل هكذا أجهزة، أولا هي ولائها تام وكامل للبلد وللنظام السياسي، وبنفس الوقت هي أيضا تتعامل بإيجابية عالية مع مواطنيها، لأنهم مرتبطين عضويا وعقائديا بالقاعدة الجماهيرية بالمجتمع في هذا المجال. لذلك ما شفنا هنالك عملية يعني هو أو فجوة كبيرة بينها. نعم ربما كان هنالك بعض يعني المجاميع الصغيرة هنا وهناك والذين مرتبطين ب مثل ما شفنا عندنا بالعراق، يعني يركبوا موجة الاحتجاجات، وبدليل هؤلاء أغلبهم لم يفصحوا عن وجوههم. تقريبا نفس المشهد بالضبط. هنالك بعض الذي يعدون بكل منطقة على أصابع اليد الواحدة أو اليدين في أحسن الظروف يقومون بأعمال الشغب بالحرق وما إلى ذلك. مع ذلك مثل ما قال الأستاذ محمود قبل قليل، كان ردة فعل السلطات الإيرانية هادئة وحكيمة من خلال عملية استيعابهم، عدم الانجرار بعملية استخدام القوة وإسالة الدماء وما إلى ذلك. بالعكس على الإطلاق كان هنالك يعني تعامل غاية في الروعة في هذا المجال، أثمر على كبح جماح هذه التظاهرات. بدليل اليوم حقيقة يعني مثل ما شفنا خلال الأسبوع، ما كان هنالك أبدا أي مظاهر بهذا المجال، كانت الحياة طبيعية، الأسواق مفتوحة، العلاقة المواطنين فيما بينهم جد طبيعية، حتى موضوعة لم نرى أي مظهر من مظاهر العسكرية سواء كان من قوات مكافحة شغب أو ما إلى ذلك، أبدا لم تكن هناك. وهذا دليل على الإدارة الحقيقية والإدارة الحكيمة للأزمة. طيب لما نتحدث عن أسبوع التعبئة دكتور محمود، نتحدث عن 9 سنوات من هذا الجهد، نتحدث عن دوافع حقيقية جعلت الجمهورية الإسلامية تتقدم، بالتالي هذا الأسبوع لمن يكرس ومن الذي يعبئ وما هي الآثار المتوقعة خلال السنوات المقبلة أن تتحقق؟ يعني في كل تجربة سياسية في العالم لابد أن تكون هنالك فئة مجتمعية تدافع عن هذه العقيدة وأن تؤمن بها. وواحدة من أولويات هذه المجاميع هو أنها تمتلك أداة الفعل، أي في البناء، في الإعمار، في التوجيه، في الفكر، في الفنون، في الآداب، وفي رعاية المجتمع. بمعنى من يدلك على الفقير؟ هؤلاء المعبؤون الذين يتابعون شؤون الحياة ليل نهار، هؤلاء فئة مجاهدة مضحية. لابد أن تكون لك من هذا المجتمع هذه المجاميع لها. التعبئة بشكل عام في إيران هي واحدة من أدوات الثورة الفاعلة والقوية، ليست التي تشكلت قبل 10 سنوات أو 20. مع عمر الثورة 40 عام هو هنالك فئة تسمى البسيج، التعبئة العامة. هؤلاء يعملون ليل نهار ووفق نظام، هذا النظام إلا الذي يتابعه ويعرفه كيف يعملون. هذه مؤسساتهم، مؤسسات تخص المرضى أو معالجتهم، مؤسسات تخص البناء والإعمار، مؤسسات تخص زراعة القيم الدينية والمجتمعية بين المجتمع، منظمات المجتمع المدني لمتابعة شؤون الفقراء والمساكين سواء في بناء المساكن لهم أو في إطعامهم، يصل إلى حد أن هذا الفقير تصله وجبة كاملة من الطعام إلى منزله على 3 وجبات لغرض أنه لا يحتاج أو أن يمد يده. دخلنا إلى إيران ودرنا في مدنها الثلاث ولم نشهد شحاذا واحدا يلاحق الناس أو أن يطلب حاجة أو أن كذا، كل شيء هو مصنف. هذا التصنيف من الذي قادته؟ ليس فقط الحكومة، الحكومة تريد من يدلها على هؤلاء. هذه المنظمات اللي هي التعبئة العامة هي التي وفرت كلها، لديهم مشاريع زراعية هائلة، لديهم مشاريع صناعية هائلة، لديهم بنية عسكرية أيضا، في كل شيء هم حاضرون. ولذلك عندما حدثت أعمال الشغب كان هؤلاء المتطوعون المجاهدون في الأولويات في الحفاظ على أمن الناس.
الناس عندما شاهدوا البسيج دخل إلى الشوارع وإلى الأزقة وإلى الأماكن العامة شعروا بالهدوء والاستقرار، أي لم يروا مظاهر عسكرية حكومية مخيفة حتى في سبيل أن تذهل الناس أو أن تجعلهم في صدمة، إنما أدخلوا لهم أبنائهم الذين هم أكثر فهما ووعيا لهم، وهؤلاء هم من قاد العملية وتفاعل معها بشكل حيوي ودقيق، واستطاع أن يوقف جريمة كبرى أكادت أن أن تودي بهذا البلد. يعني عندما درنا على سبيل المدن ترى إعمارا وبناء ونظافة قل نظيرها. كنت أسأل الدكتور علي الجبور، يقول له دكتور طيب هذه المدينة بهذه النظافة والإناقة، طيب ألم نشهد عام النظافة واحد؟ بس إحنا من نتمشي بشوارعنا بالعراق تشهد أعداد هائلة من المنظفين، طيب هؤلاء المنظفين موجودين والشوارع وسخة، هؤلاء الشوارع نظيفة وكل شيء نظيف، ولكنك لا ترى عامل النظافة إلا في آخر الليل ينظفون المدينة ويصل إلى حد غسل الشوارع. هؤلاء التعبئة هي كل التي وفرت كل هذه الظروف والمتابعة الصغيرة والكبيرة وأنجزت لنا هذا البلد بهذا الحجم، بالتعاون مع حرس الثورة، بالتعاون مع الجيش، بالتعاون مع الشرطة، الجميع قد أنقذوا بلدهم من مهلكة. يعني المخطط الذي كان لإيران أقله هو التقسيم القومي والعرقي، وبذلك تنتهي الدولة وينتهي البناء الحضاري على مدى 40 عام الذي بنته هذه الثورة. نعم. طيب دكتور علي، نتحدث اليوم عن هذه التعبئة اللي أشار إليها السيد الخامنئي في حديثه ولقائه، عندما يعبر عنها بأنها أقصى درجات التضحية، بأن ينزل الإنسان إلى الوحل كي يمنع السيول من أن تصيب العوائل، يذهب في جائحة كورونا لينقذ الأرواح التي أصيبت، وبالتالي أن هذه الدرجات من التضحية بصراحة نقارنها مع بلدان متطورة ومتحضرة وتمتلك من الإمكانات، هي قد انهارت ولكن الجمهورية الإسلامية بقيت محافظة على هذه البنية الاجتماعية، البنية المعرفية الفكرية، بالتالي تجاوزت الأزمة. هل هنالك من معززات كي تستمر الجمهورية بهذه الدافعية؟ يعني هذا مؤكد نتيجة للبناء الصحيح لمثل هكذا أجهزة، مثل ما وضحنا وقبل قليل، مستندة على العقيدة وعلى حب الوطن وعلى التضحية، أيضا مبادئ يعني يتم عملية تربية الأعضاء مثل هكذا، تنظيمات فيها بشكل يعني متتابع ومستمر ولا يوجد بينها يعني فواصل، إنما هي عملية تكامل وبناء تكاملي وتراكمي أيضا في هذا المجال، الأمر اللي يمكنها من أن تؤدي مثل هكذا واجبات بشكل صحيح، وأكثر من ذلك تزد عليه من خلال عملية الاندفاع المعزز بالعقيدة في هذا المجال. وأنا أعتقد يعني عندنا بالعراق أيضا كانت تجربة، ربما يعني الحشد الشعبي في العراق أيضا كان على الرغم من أنه أيضا ساهم في عملية حماية أرض العراق وإسناد قواتنا المسلحة، نراه في أوقات الأزمات في الفيضانات وفي كثير من الأمور، كان أيضا لهم دور كبير في عملية يعني مساعدة المواطنين في هذا المجال. بكلام آخر أو بكلمات أخرى، أنا أعتقد البناء الصحيح المبني على الأسس الصحيحة والمؤيد من قبل القاعدة الجماهيرية، القاعدة الشعبية، يؤتي أكله تدريجيا، وبالتأكيد يبني أجهزة قادرة على إسناد يعني الدولة، مؤسسات الدولة في نهاية المطاف مهما كانت قدراتها، مهما كانت إمكانياتها، هي قد تكون في ظروف معينة وفي فواصل زمنية معينة غير قادرة على أن تفي بمتطلبات كثير من الأمور. تأتي مثل هكذا تنظيمات متغلغلة داخل المجتمع ومتسلحة بسلاح العقيدة وحب الوطن والإيثار، أنا أعتقد لعبت دور كبير في هذا المجال، على الأمثلة اللي حضرتك أوردتها وأمثلة أخرى كانت شاخصة في هذا المجال، ساهمت مثل هكذا تنظيمات في عملية أدائها لواجباتها بالشكل الأكمل. طيب دكتور محمود، نختم بالشباب عندما عبر عنهم قائد الثورة الإسلامية
أنتم الشباب الناشئ لم تشهدوا فترة الدفاع المقدس ولم تروا الإمام، لكن وجوهكم تطفح بتعابير التحدي والكلام عن الفصل. واعتبر أن هذا القطاع بين الأجيال أنه كان رسالة قد استمرت عبر المشاهدة، عبر النقل، عبر الإعلام. في هذه الحالة صناعة الشباب تعتبره هو مجال الاستثمار الحقيقي فضلا عن بقية الطاقات والثروات؟ شوف، هي يعني ذكرنا قبل قليل أنه حتى تمنح الدولة سر البقاء والديمومة يجب أن تتعامل القيادات بحيوية مع مراحلها التاريخية. هذه الحيوية هي التي تكسب المجتمع البقاء والديمومة. مثلا هنالك فرق بين سياسيا أن تتعامل مع عندما كان الاتحاد السوفيتي في قوته وكانت أمريكا في قوتها، أثناء هذا التزاحم بين القطبين الجمهورية الإسلامية كانت موجودة وترفع شعار لا شرقية ولا غربية، أي ليست مع الاتحاد السوفيتي ولا مع الولايات المتحدة، أعني الغرب. طيب كيف لك أن تحيا وأنت بين قبضتين حادتين هي القطب الشرقي والقطب الغربي؟ الذي أبقى وأدام هذه الجدوى للثورة هو الدين، العقيدة الدينية، العقيدة الإسلامية هي التي منحته هذه القوة والطاقة في الصمود والتحدي. بمعنى عندما يمنع عليك الأجنبي أو الاستكبار من شراء معدات لبناء جسر حتى يعبر الشعب إلى الضفة الأخرى، هنا سوف تعتمد على الاستيراد. فإذا قطع عليك هذا الطريق عليك أن تعتمد على شعبك في إنجاز هذا الجسر، وإلا ستبقى في الضفة الأخرى عاطلا. هنا بدأ التحدي الأكبر. يعني عندما دخلنا إلى أسواق الجمهورية الإسلامية وجدنا بضاعة وطنية إيرانية صرف، وجدنا شعبا يتعامل مع هذه البضاعة بكل موضوعية ويرى فيها أنها البضاعة المتميزة، بحيث لو تضع له أي بضاعة أخرى لا يثق إلا بها. الدليل نحن عندما اشترينا بعض هذه البضاعة دكتور، وجدنا تماما أنها صامدة وأكثر من التي وأكثر جودة من التي نستوردها نحن في العراق. إذن الإيمان أولا، المواطن الإيراني يركب العجلة الإيرانية صناعة إيران ويرتدي اللباس الإيراني ويرتدي تكرم الحذاء الإيراني. طيب. وكل أدوات بيته الكهرباء وغير الكهربائية وغير الكهربائية، وهذه بالتأكيد بصناعة أيادي الشباب. من الذي أنجزها؟ هؤلاء الشباب بالتأكيد، والأجيال المقبلة أيضا ستكون من الشباب الذي يستمر في هذه الرسالة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود المشهداني، عفوا الأستاذ الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد الدراسات الاستراتيجية، أثريت الحوار، والدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية جامعة بغداد. حياكم الله ضيوف الكرام، وشكري موصول لجنابكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.